ما بين متابعة لقضيتها والأخبار المتعلقة بها وممارسة طقوس رمضان المختلفة، تقضي الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين يومها في هذا الشهر الكريم. نتابع. على غير العادة تقضي الصحفية السودانية لبنى أحمد حسين رمضان هذا العام بين جدران منزلها، فهي قد تقدمت باستقالتها من الأمم المتحدة بسبب محاكمتها الجارية بتهمة ارتداء زي فاضح. لبنى تقسم يومها في رمضان بين متابعة شؤون قضيتها ومتابعة الأخبار من خلال تصفح الشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى الواجبات اليومية المنزلية. في رمضان يعني لأنه بنوم متأخرة، فبالتالي يعني بستيقظ برضو متأخرة يعني بعد 11 بالذات، وإنه ما عندي شغل وكده، فهو ببدأ ب يعني تصفح الصحف والإنترنت وغيره، وكذلك يعني في منتصف اليوم يعني بتكون يعني بجري بعض الاتصالات بخصوص القضية وغيره. وللتعبد والذكر مساحة في يوم لبنى الرمضاني، وإن كانت القضية المتهمة فيها تتعلق بعدم الالتزام بالزي الذي يراعي قيم التدين بحسب المادة التي تحاكم بموجبها. علاقة الإنسان بربه سواء كانت صلاة سواء كانت صيام سواء كانت تغرب إلى الله بأي شكل من الأشكال سواء كانت يعني طاعة في كل مناحي الحياة، دي علاقة خاصة بالإنسان وربه وليس لأي طرف دخل فيها. لبنى أرملة لأحد أبرز أعلام الصحافة السودانية تقول إنها تحرص على دعوة أصدقائه ومعارفه إلى مائدتها الرمضانية وتقدم لهم الأطباق الشعبية السودانية التي تجيد طبخها على الرغم من تعقيد عملية طهوها. بقول للمشاهدين اتفضلوا عشان يعرفوا براهن أنا طباخة ماهرة ولا لا، لكن عموما يعني عند اللزوم. فالبرمة دي طبعا يعني حقت حبوبتي الله يرحمها، ويعني من أنا صغيرة نحن قمنا وبنشوفها بتخدها بتعمل فيها العصيدة. مقالات ساخنة ووجبات رمضانية على نار هادئة وحالة من الترقب تنتظرها لبنى أحمد حسين لمآلات قضيتها المستمرة، هكذا تبدو ملامح اليوم الرمضاني عندها. سعد الدين حسن، العربية، الخرطوم.